بسم الله الرحمن الرحيم. البرزنتيشن دي بتتكلم عن انواع الابراج، بناء عليها انواع الابراج دي. فالحقيقه انا عندي عاملين، اما وظيفه البرج او طريقه تركيب العمل. نبدا بابراج التعليق. ابراج التعليق بتمثل 80% من اجمالي الابراج. وظيفتها ان هي فقط تحمل المواصل. عدد سلاسل العزل فيها سلسلة عزل واحدة فقط عند كل نقطة تعليق. بتعتمد على ايه في ثباتها؟ بتعتمد على وجود قوتين شد متساويتين على جانبيها، على جانب البرج. طيب لو موصل واحد سقط من على البرج، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان علشان خاطر هي معتمدة على تساوي قوتين الشد اللي على جانبي البرج، فعشان كده كل الموصلات على كافة ابراج التعليق اللي جنبيها هتروح واقعة. طب عشان يحل المشكلة دي بيعمل ايه؟ عشان يحل المشكلة دي بيحط برج شد بعد كل 10 ابراج تعليق. برج الشد وظيفته ايه؟ وظيفته هو ان هو يحل مشكلة برج التعليق، ان يعمل تفادي لمشكلة سقوط الاسلاك من على كل الابراج اذا موصل واحد بس اتقطع. هيحل المشكلة دي ازاي؟ هيحل المشكلة دي لانه هو هيعتمد على قوة شد مستقلة وليست مشروطة بان هي تكون متساوية على جانبيه زي ما كان حاصل في ابراج التعليق. طب عدد سلاسل العوازل زي ما حضراتكم شايفين كده، عند كل نقطة توصيل في سلسلتين عزل، ادي سلسلة وادي سلسلة. طب هل برج الشد ليه انواع؟ ايوة برج الشد ليه انواع حسب قوة الشد اللي هو محتاجها. فانا عندي برج شد في بداية الخط، وبرج شد في نهاية الخط، وعندي برج شد لو انا هغير الاتجاه، وعندي برج شد لو هيعبر المسطحات المائية الصغيرة. طيب البرج اللي كده هو برج التبديل، زي ما احنا ماشيين في السلايد. ايه وظيفته؟ وظيفة برج التبديل انه يبدل الفيزس، يعني الفيزة ايه؟ مرة تبقى هي الاعلى، بعد كده تبقى في الوسط، بعد كده تبقى يعني في الاسفل، وهكذا. الثري فيزز ياخدوا التلات اوضاع بشكل متساوي. طيب يعني اذا انا ما عملتش التبديل دوت ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان زي ما احنا عارفين ان الاندكتنس والكاباستنس بيختلفوا حسب، بيعتمدوا على ارتفاع الموصل. فكده هو قيمة الاندكتنس وقيمة الكاباستنس اللي موجودة في الفيزا A هتختلف عن الموجودة في الفيزا B، هتختلف عن الموجودة في الفيزا C. علشان كده بيعمل التبديل ده. طب علشان خاطر يعمل التبديل ده وبشكل يؤدي الغرض ويبقى مظبوط، ايه الشرط اللي المفروض يحصل في التبديل؟ الشرط اللي يحصل انه كمان الفيز اللي بقى موجود فأو بدأت بيه في اول الخط هو نفسه الفيز اللي انتهي بيه في نهاية الخط. وفي معلومة بتقول ان برج التبديل هو عبارة عن برج شد. طيب زي ما احنا عارفين مرجع اللي احنا بنشتغل منه هو كتاب دكتور محمود جيلاني، هندسة القوى الكهربية، دراسات في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.